ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرددشت. رحلة محمد علي الأسطورية إلى السويد. كنت أتسكع في روسيا بين موسكو وسان بيتربورغ لعشرة أشهر بين عامي 1992 و1993 إبان سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه رويدا رويدا. وكانت روسيا قد بدأت عصرا من الانفتاح تحولت خلاله شأنها شأن دول المعسكر الاشتراكي سابقا إلى محطة للهروب منها إلى دول غرب أوروبا التي لا تمنح تأشيرات الدخول للفقراء وخاصة من شعوبنا، ومع ذلك فإن شعوبنا تدخل إليها بواسطة التهريب بل وتطلب اللجوء الإنساني هناك، فيحصل اللاجئ على حقوق لم يكن يحلم بها في حياته، وأهم حق هو حق الحصول على بيت وراتب دون أن يعمل حتى. وفي كل فترة تعلو أسهم شعب من شعوبنا في بورصة اللجوء الإنساني في غرب أوروبا حسب درجة النكبة التي تحل به أو الاضطهاد الذي يعاني منه، لكن في العموم فإن معظم شعوبنا منكوبة دائما ومضطهدة بفضل حكامنا الأشاوس. وفي ذلك الوقت بداية التسعينات لم يكن السوريون على دراية بأمور التهريب كما الآن، باستثناء الأكراد منهم الذين كانوا يعتبرون مضطهدين في سوريا من قبل النظام البعثي. وقد بدأت ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تتفشى في أوساط كرد سوريا منذ أواخر الثمانينات بعد مجزرة حلبشة في كردستان العراق التي ارتكبها النظام العراقي بواسطة السلاح الكيميائي. فكان الكرد السوريون ليسهلوا الأمور على أنفسهم يبدعون بأنهم من كردستان العراق بعد أن يمزقوا جوازاتهم السورية حال وصولهم إلى الجنة الأوروبية الغربية. ولم يقتصر الأمر على الأكراد، بل حتى إن العرب أنفسهم كانوا يدعون بأنهم من العراق أو من كردستان العراق. ويحكى أن أحد المصريين وصل إلى السويد وادعى أنه عراقي، فأتوا له بمترجم عراقي فسأله منين أنت؟ فأجاب المصري من العراق يا باشا. دهش المترجم العراقي من لهجته فسأله مجددا منين من العراق أنت؟ فأجاب من حلبجة يا باشا، أي من حلبجة التي ضربها صدام حسين بالكيمياوي لكن بالجيم المصرية. فقال له المترجم العراقي أنت لهجتك ما هي عراقية؟ فأجاب المصري هو الكيمياوي خلالنا نهجة يا بيه. وفي موسكو تلك الأيام أيام الحرب العراقية الإيرانية كان العراقيون والإيرانيون يقفون جنبا إلى جنب أمام ماكدونالدز موسكو صحبة الكرد والأفغان بانتظار سمسار يوصلهم إلى مهرب مضمون النتائج. منهم من كان يفضل البر، ومنهم من كان يفضل البحر، ومنهم من كان يفضل الجو. والتهريب الجو يتم عادة عبر جوازات سفر مزورة وتأشيرات مزورة، ولكل طريق سعره ومخاطره. لكن هناك بعض المغامرين يرفضون الاستعانة بمهرب بل يقومون بالمغامرة بأنفسهم. وأعرف شخصا كرديا من حارة الأكراد بدمشق تعلق أسفل قطار من سان بيتربورغ بروسيا إلى أول قرية فنلندية، وهو الآن يستمتع بالجنسية السويدية والفودكا والشقة والضمان الصحي ومجانية تعليم أولاده والراتب الشهري يا حبيب. بينما لم يكن الصينيون الذين يربو عددهم على 60 بمحظوظ مثله، فقد اختنقوا داخل شاحنة مغلقة كانت تهربهم من دولة شرقية إلى دولة غربية في مأساة مشهودة ذات يوم أواخر التسعينات. وعن السفن التي تغرق فحدث ولا حرج، من شمال أفريقيا إلى غرب تركيا، ومع ذلك فشعوبنا تغامر. في الحقيقة بلادنا لا تطاق بسبب أنظمتها فقط، فما بالك بالحروب والنكبات والتخلف. المهم مالكم بالطويلة، فإن أفضل وأضمن طريقة للوصول إلى الدول الإسكندنافية من روسيا كانت الاستعانة بمحمد علي، وهو كردي من العراق شهير شهرة مدينة فيبرغ الروسية على الحدود الروسية الفنلندية بالنسبة إلى أهالي عمودة على الحدود السورية التركية. فكل أهالي عمودة يعرفون فيبرغ التي لا يعرفها الروس حتى. يوصونك حال ذهابك إلى روسيا أن تذهب إلى فيبرغ وتدخل منها إلى فنلندا. صارت شعوبنا فقيها بالجغرافيا السياحية غير الشرعية، والجميع على كافة مستوياتهم في المعرفة السياحية يحترمون محمد علي ويقدرونه. لكن محمد علي يتأخر بالسفر، فهو لا يقلع بالسفينة حتى يكتمل النصاب، والنصاب هو 400 شخص، 400 نفر يعني. وهناك أناس لا يستطيعون الانتظار لعدة شهور حتى تمتلئ السفينة بالركاب، ومحمد علي يمتلك الجنسية السويدية أيضا، فهو مهاجر غير شرعي سابق. لذلك تراه يحس بزبائنه ويقولون عنه أنه يقبل بمبالغ دون التسعيرة إذا لمح في وجه صاحبها مظاهر البؤس وعدم التمكن من الدفع أكثر، بل إن لديه أسعار خاصة بالنساء المتقدمات في السن.
اذهب إلى محمد علي، إنه الأفضل، هكذا يقولون للمهاجرين الواقفين أمام ماكدونالدز موسكو. ولعل رحلته الأسطورية بداية التسعينات في سفينة ملأة بـ400 مهاجر بين رجال ونساء وأطفال وشيوخ تشهد على حنكته وعلو كعبه في مجال السياحة غير الشرعية، إذ أنه وصل إلى سواحل الدنمارك، لكن السلطات البحرية هناك طردت السفينة وسط تغطية تلفزيونية استمرت لعدة أيام والسفينة تتلوى في عرض البحر إلى أن اختفت عن عيون الكاميرات في لحظة أسطورية ولم يجدها أحد إلا وهي ترمي بركابها الـ400 نفر على رصيف بحري في مالمو السويدية. استيقظ العالم على صور مباشرة لهؤلاء النفرات وهم يفترشون أرض الجنة السويدية بانتظار الإقامة والراتب والضمان الصحي والتعليم المجاني. وعلى أثر هذا الحدث الجلل انهارت الحكومة والبرلمان وقتها، بل وتقول الأساطير أيضا أن السلطات سحبت الجنسية من محمد علي دون أن تثبت أنه الفاعل، فاندلعت المظاهرات الحاشدة من قبل المواطنين السويديين بين قوسين وهم في الحقيقة من الذين صاروا مواطنين بفضل محمد علي على مر السنوات ضد القرار الذي تراجعت عنه السلطات فورا بسبب داء الديمقراطية. فجمهور محمد علي صار أكبر مما قد تتخيله في بلاد الشمال. هكذا حدثنا هذا البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.